منعها من مواعدة حبيبها، فاستأجرت قتلة لإنهاء حياة والديها، ثم ظهرت كضحية أمام العالم. لكن ذلك القناع أخفى قاتلة لم تتردد في سفك دماء أقرب الناس إليها. الاسم جينيفر بان، التهمة القتل العمد، المكان كندا، الحكم السجن مدى الحياة. في بداية فصل الشتاء بنوفمبر عام 2010، كانت الفيتنامية جينيفر بان البالغة من العمر 24 عاماً آنذاك في منزلها مع والديها بمدينة ماركهام الكندية، عندما اقتحم ثلاثة رجال منزلها وأطلقوا النار على والديها، ثم قيدوا جينيفر واستدرجوها إلى قبو المنزل دون قتلها. الشرطة الكندية وصلت مكان الجريمة وتمكنت من إنقاذ حياة الوالد الذي نجا بأعجوبة. وعلى الفور بدأت التحقيقات في تلك القضية. المشاهدة الأولية أشارت إلى أن إطلاق النار كان ضمن عملية سطو خاطئة، لكن الصدمة جاءت بعد التحقيق مع جينيفر. فبعد يوم على الحادثة اقتادت الشرطة جينيفر كشاهدة. الشابة اعترفت لكنها أدلت باعترافات مضللة، فقالت إنها اتفقت مع قتلة مأجورين لكن ليس لقتل والديها وإنما لقتلها هي. لكن وبعد ضغط من الشرطة خلال التحقيق أفصحت الشابة عن كافة تفاصيل الجريمة والشركاء الذين استأجرتهم، وتم لاحقاً القبض على ثلاثة شبان شاركوا في تنفيذ العملية. بعد استيقاظه من غيبوبته، أخبر والد جينيفر الشرطة بأنه رأى ابنته تهمس لأحد المسلحين وكأنه صديقها. جينيفر قالت إن دافعها لقتل والديها كان معاملتهما القاسية معها والضغط عليها في الدراسة وعدم السماح لها باستخدام هاتفها ومنعها من مواعدة صديقها مجدداً بسبب رسوبها في الثانوية العامة. محاكمة جينيفر بدأت في 19 من مارس عام 2014 واستمرت لعشرة أشهر، وبعد عدة مرافعات أدينت وشركاؤها في جريمة القتل وحكم عليها بالسجن المؤبد مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط لمدة 25 عاما. في النهاية إنها جريمة مروعة، لكن نظرا لأن الكثير من الأشخاص قد مروا خلال نشأتهم بتجربة مثل جينيفر، فمن المتوقع أن ينفجر أحدهم في النهاية. قضية جينيفر أثارت صدمة في كندا والوسط الآسيوي، ولخصتها صحف على أنها مثال حي للآباء النمور، وهو مصطلح يطلق على الآباء في آسيا الذين يهددون أطفالهم ويعاملونهم بقسوة في حال فشلوا في تلبية توقعاتهم بالنجاح، ما يؤدي في النهاية إلى بعض ردود الفعل المأساوية من الأبناء، تماماً كما حدث مع جينيفر.